تاريخنا المجيد حافل بالفتوحات الباهرة والبطولات النادرة التي سجلها الأبطال الفاتحون والفرسان المخلصون ومنهم صاحب النقب ففي أحد فتوح الشام حاصر مسلمة بن عبد الملك حصنا منيعا من حصون الروم قد استعصى على المسلمين وأصابهم فيه جهد عظيم فجاء بطل شجاع الى فتحه صغيره في سور الحصن فدخل منها ثم قاتل بسيفه حتى فتح باب الحصن ودخله المسلمون وتم لهم النصر اعجب القائد بشجاعه هذا الجندي فاحب ان يعرفه ليكافئه فنادى في الجيش اين صاحب النقد فلم يجبه احد فاعاد النداء وفي المره الرابعه جاءه جندي وقال انا ادلك على صاحب النقب ولكن بشروط لا ترسل اسمه الى الخليفه ولا تعطيه مكافاه ولا تشغله عما هو فيه فقال له ذلك فمن هو صاحب النقب قال انا ثم انصرف ولم يعرف بعد ذلك والى الان لم يعرف اسم هذا البطل ولا يضره ذلك فقد ذكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اسماء من استشهدوا في بعض الغزوات ثم قيل له واخرين يا امير المؤمنين لا تعرفهم فبكى عمر وقال لا يضرهم الا يعرفهم عمر ولكن الله يعرفهم ولعل ما فعل صاحب النقب هذا دليل على شده اخلاصه إذ كان لا يريد بعمله ذلك سمعة ولا شهرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه